اقتصاديا، أشاد وزير التموين علي المصلحي بمبادرة أسبوع في حب الوطن التي أطلقها جهاز حماية المستهلك والتي لاقت استجابة واسعة لدى كافة الأطراف المعنية. جاء ذلك خلال زيارة وزير التموين لمقر الجهاز لحضور فعاليات ختام المبادرة، وشدد علي المصلحي على ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات وأهمية تحديد يوم كل شهر تلتقي فيه الشركات مع جهاز حماية المستهلك للتعاون فيما بينهم. كان هناك كثير من الشكاوى لم يتم إنجازها، فكان لابد من عمل ما نسميه مبادرة أو تكثيف للجان العمل بحيث أنها تنجز أكبر حد. ما تم النهاردة قدامنا تقريبا في كثير من مجالات العمل، سواء في السيارات أو في السلع المعمرة أو في الأجهزة الإلكترونية والتليفونات وكذا وكذا، تم إنجاز كثير. يمكن اللي هو راضي يبقى يقول لنا النسب بالضبط، إنما لغاية أول امبارح كان 75% من كافة الشكاوى تم الانتهاء منها، وبالتالي ده نتيجة عظيمة جدا جدا. الحمد لله المبادرة إيجابية، المبادرة أدت دور، العاملين بجهاز كان عندهم إصرار إن هم يأدوا هذه الرسالة ويحلوا أكبر قدر من المشكلات. وصلنا إلى حوالي 9500 شكوى من إجمالي 13000، شغالين اليوم برضو كمان إن شاء الله نقدر نحل عدد أكبر. بنأكد للناس كلها أن جهاز حماية المستهلك موجود لحماية وصون حقوقهم. الجهاز بيعمل على مدار الساعة، على مدار الأسبوع بيتلقى الشكاوى من خلال كل الآليات، إضافة إلى الدور الرقابي اللي بيكون بيه الجهاز في ضبط الأسواق بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.